وانا بالرغم ان انا في مشاكل وحاجات كبيره صعبه جدا، لاني انا ما بتخلاش على الناس الطيبين دول، لان هم ما لهمش حد غيرنا. يعني الناس دي ما لهاش حد غيرنا. نصره، ازيك يا نصره؟ عامله ايه، اخبارك؟ هي بتتكلم بس ما بتقولش ليه الافعال دي. يعني هي زي ما قالت لك دلوقتي، يا دكتوره ما فيش سجاير؟ يعني يا دكتوره عايزه اشرب قهوه، بتحب الشاي والقهوه جدا صح؟ عايزه تشربي قهوه ولا شاي؟ قولي ما جبتليش السجاير. عايزه ايه؟ قولي ما جبتليش السجاير بتاعتي. مش هتبطلي السجاير بقى ولا ايه؟ لا بقولك ما جبتليش السجاير بتاعتي. طب ما انت لسه شاربه من شويه. بصوا، هي دي الحاجات، الحاجات دي اصلا طبعا ملهاش اي نصره قاعده بقالها 3 سنين في الشارع في حته اسمها كفر شكر في بنها، وبتحب تقعد في الارض. مش عارفين نقعدها على كرسي نهائي، مش عارفين نقعدها على كرسي خالص. وهي بتعمل كل ده؟ ما اعرفش، هي كده من ساعه ما جت امبارح. لا هي عندها بتر في رجليها، عندها رجل ورجلها في مبتوره، وهي شعرها كمان في حاجه غريبه جدا، ما رضيش تخلينا حتى نقصه لها، كله ملفوف بطريقه يعني غريبه قوي. مش بتحب، ما حبتش ان حد يقرب منه خالص. تمام. تعالي يا نصرة. نصرة طيب استنى كده ثواني. نصرة تعالي، هاتي ايدك، هاتي ايدك، يلا تعالي، يلا تعالي معايا، هاتي ايدك في ايدي، ايدك في ايدي. قلت لها اقعدي على الكرسي المتحرك لكنها رفضت. الشنطة دي فيها حاجات اكسسوارات غريبة كده، يعني حاجات هتترمي ملهاش لازمة، بس هي محتفظة بيها. على مهلك، على مهلك. عندها رجل مبتورة. على مهلك، على مهلك، عندها رجل مبتورة برضو. هي حابة ان هي تقعد في الارض، هي مشكلة عندها ان هي حابة تقعد في الارض. يعني انا مش عارفة خالص ان انا اقول لها اقعدي على كرسي. نصرة، نصرة قولي لي اسمك ايه بالكامل. اسمك ايه؟ اسمك ايه بالكامل؟ اسمك ايه بالكامل؟ اسمك ايه؟ مش انت قلتي لي امبارح اسمك ايه بالكامل؟ ها نصرة، اسمك ايه بالكامل؟ هي قالت امبارح بس ما قدرناش ان احنا نفهم منها كويس، لان هي كانت امبارح زعلانه قوي ان احنا خدناها. وجدتوها فين؟ احنا جبناها من كفر شكر. كفر شكر، كفر شكر اللي هي في بنها. بالظبط كده. شباب المنطقة عملوا لنا استغاثات، بعتوا لنا الصورة على صفحة زهرة مصر وعلى الواتساب، جالي استغاثات لا حصر لها بالنسبة للست دي الطيبة دي. تعالي انقذيها من عذاب الشارع ومن الشتاء اللي جاي عليها، بقالها 3 سنين قاعدة كده. أول ما رحت كل ما أجي أتكلم معاها بتعمل كده زي ما أنتم شايفين. وخدناها أول ما ركبناها العربية على فكرة، يعني ما اتعصبتش ولا انهارت، لا 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 خالص، ما قاومتش خالص. وجت معانا الدار هنا، احنا في دار زهرة مصر الكبار بلا مأوى، زي ما انتم شايفين وضعها. طول الوقت عايزه سجاير، ولو منعنا منها السجاير بتقعد تزعق. بس انا لحد دلوقتي خليتها شربت 4 سجاير من الصبح. اكتشفتوا حد من عائلتها؟ للاسف انا لحد دلوقتي ما وصلتش لاي حد من اهلها خالص. انا بجيب الحالات دي بامر ربنا. تاني حاجه، الجمهور والمتابعين بيبعتوا لي كتير جدا على صفحات التواصل الاجتماعي، الناس بتبعت لي بكميات مهوله لا حصر لها. انا حرفيا مش عارفه افتح الرسائل زهرة مصر خالص من كم الاستغاثات اللي بتجيلي على مستوى الجمهوريه. وانا بالرغم ان انا في مشاكل وحاجات كبيره صعبه جدا، لاني انا ما بتخلاش على الناس الطيبين دول، لان هم ما لهمش حد غيرنا. يعني الناس دي ملهاش حد غيرنا.